جدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي إرنستو بوستامانتي برباط التأكيد على الدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة الترابية. وقال بوستامانتي في تصريح عقب محادثاته مع وزير الخارجية ناصر بوريطة أن موقف البرلمان البيروفي من خلال لجنة العلاقات الخارجية يتمثل في دعم الحل الذي اقترحه المغرب في 2007 والمتمثل في مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية في إطار سيادة الكاملة للمملكة.